بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق بلانة. جماعة سوق السبت احنا حبينا نمشي على أسواق كده ونجدد لكم الأسواق. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هنشوفوا ايه معانا هنا، معانا نعاي. بسم الله ما شاء الله، هذه معانا نعاي ومعانا خرفان قانا هنا في جدان وماعز. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هذا يا جماعة نشوفوا كده ايه، نشوفوا لكم كده الحاجات. بسم الله ما شاء الله. وهنا برضه يا جماعة في اسعار مزارعين. بسم الله لا يا راي هذا معانا شوية ماعز هنا. بالصلاة على النبي. السلام عليكم، اسم الكريم. ازيك عم احمد، الله يخليك. ايه معانا هنا عم احمد؟ معانا جد. جد جد تمام. ايه الاسعار طيب؟ اسعار لسه والله. طب ما جايين من البيت هم؟ ان شاء الله ربنا يرزقكم ما شاء الله. هذا يا جماعه لسه بس ما اتفصلوش هم، ما حدش فصل خالص. شريط الجديان يا جماعه وسخنه بس لسه ما اتفصلوش. السلام عليكم. ايه معانا هنا الاول ده خروف ده ولا ميسا؟ ده خروف لبان ده حقي صح؟ ايه فلوسه ده؟ 13 واصل 13 1300 ده يا جماعه ما شاء الله. معنا ايه الماعز هنا؟ ده جدي ب 6.5. ده جدي ب 6.5. ده 670 ما شاء الله، سعرهم كويس والله. ودول اللي هنا عم جمال؟ 6.6. معيز دول؟ 6.6. هذا يا جماعه بسم الله ما شاء الله 6.6. ماشي متشكرين عمي جمال. يا جماعه معنا برضه حاجه. ايه الغلب ده؟ ايه معنا هنا عمده؟ كله ده جديان. اسم الكريم للمشاهد الاول. ها؟ اسم الكريم. عبد الكريم. ازيك عم عبد الكريم؟ الله يسترك عليك. النعجه دي لحم ولا والده ولا ايه؟ عشار وراء رميسه. عشار وراء رميسه، عشر كم؟ عشر 3 4. 3 4 تمام. وسنها؟ ايوه نعجه ساده. ساده. ايه الفلوس؟ الثانية وراها حاجة؟ وراها رميسة بقى. وراها رميسة وعشار. يعني الاثنين عشر واثنين والدين. احضر النقاب. الصلاة على النبي. طيب ايه الفلوس مع بعض؟ 5000. 5000. هذا يا جماعة معانا رميستين نعيتين يعني والدين والاثنين عشر والفلوس 5000. 2.5 و2.5 ولا في حاجة تزيد؟ لا تزيد دي تزيد؟ عشان دي كانت سنة ايه دي؟ عينة ودي كبيرة. الصلاة على النبي. والمعزة دي؟ المعزة وراها 2 ب 12 ب 1200 ببلاش. الصلاة على النبي. 1200 معزة وراها. والجدي الكبير دي؟ الجدي الكبير ده؟ لا والله مع واحد ثاني، فين الجدي الثاني؟ هذا يا جماعة شوية أسعار يعني في بسم الله ما شاء الله أسعار كويس يعني. يعني المعزة دي وراها جدين ب 12. بسم الله ما شاء الله. ودي رميسة. دي وراها ايه رميسة برضه ولا خروف؟ هي بت بتها. صل على النبي. هذا يا جماعة السوق بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. قلت ليش الجديان بكام؟ الجديان ب2.5. كام واحد؟ 2؟ الأسود دية؟ ودية ب2.5؟ صل على النبي. هذا يا جماعة يا عم عبد الكريم، حاب تسيب رقمك لو حد حاب يتواصل معك؟ تسيب رقم تليفونك؟ عشان لو حد مثلا عجبه عرض النعاج دي هيردنا عليك فيهم. ماشي، الراجل مش حاب يسيب تليفونه يا جماعه. في ناس ما بتحبش تسيب الرقم يعني زي ما انتم فاهمين. استنونا كده يا جماعه نلف لكم على السوق كله. هذا السوق زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله سوق بلانه. هذا السوق يا جماعه استنونا كده. بسم الله ما شاء الله. ايه معانا هنا بسم الله ما شاء الله نعاية والده ولا عشر دي ولا عشر ونعاية؟ طب كده خلينا نشوف حاجه. لا ما صاحبه السنه جاي. صاحبه مش صاحبه جاي يعني خلاص اجي له ثاني. انا ماشي. ادي هنا يا جماعه نشوف بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. معلم حسام سلام. ابو حسام باشا مسع الناس يا خال. منورنا ومنور قناه المزرعه. الله يوسع عليك يا خال. ايه معانا الخروف ده بسم الله ما شاء الله. تمام. سلام سلام النبي. هذا يا جماعه معنا خروف قاني. كام خل؟ 14 15
علي بالله معلوم والله وكيلك ربنا فيكم ثلاث عايزين هذه الحلقة. هذا يا جماعه بيشتروا في الخروف دي ب 1700 جنيه 17 هذا بهلول دقيقه تعال اسمع عليه دقيقه خد عايزك يا بهلول بما يرضي الله خدك بقى انت كم قدامك ها؟ 3000 عليهم 3000 يا الخروفين دول يا جماعه عليهم 3000 والرجل بيشتري 15 في الابيض بس وديه والحكم 17 لا خروف بالصلاة على النبي عم والله خروف ما شاء الله يا جماعة هذا يا جماعة التصوير ده من داخل سوق بلانة لو عجبك الفيديو دوس لايك للفيديو واشترك في القناة عشان نمشي لكم على أسواق أكثر الله يسهل خلاص حق حسام معلش هذا يا جماعة خروف اللي هناك ده خلص على 15 ونص بسم الله ما شاء الله تعال هنا الصلاة على النبي يا حي زي ما قلت برضه كم اشتريته ابو حسام؟ سلام عليكم اشترينا ب 15 ايه تحتيها هي؟ سكر يا عمي الصلاة على النبي الله اكبر هذه الناحية تحتيها اشتريت ب 15 يا اشتريت ب 15 بس ايه الفلوس يا خال؟ السن كبير ايه فلوسها يا خال؟ ايوه خروف وراها خلاص يا بدري امسك دي هذا يا جماعة وراها خروف 1500 والله بصراحة سعرها كويس خلاص يا بدري ايه كانوا يعملون ريال انت بقى شايف لي الشغل هذه الناجدة يا جماعة عاملة 1500 جنيه البيع والشراء فيها بس الرجل صاحبها مش راضي لو عجبك الفيديو ده دوس لايك للفيديو واشترك في القناة وصلنا على النبي في التعليقات واستنونا فيديوهات تانية التغطية سوق بلانة كلها
ده فلوسه كام معلم؟ قلت لي 15 نقص واحد 15 ونص بقى 14 ونص. دي الفلوس اللي عليه يعني؟ ده الفلوس اللي عليه. قول 15 عشان كده هم الاثنين ب 3000. لا ما اقولش 15 انا قلت 15 ونص. ما انت خدت عرق في الثاني ال 50 جنيه عرق الثاني. ان شاء الله ربنا يوسع عليك فيها يا رب. 14 ونص. ماشي يا عم حسام. تمام. نسيب برضه رقمك يا عم حسام. 011 52 460 427 ورقم البركه بتاعنا 03 واحد 9629 024 ماشي ابو حسام بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.